تفاصيل التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة وحقيقة توقف إنتاج سجائر بوكس الشعبية. وإلى عناوين النشرة معكم إسراء فودة من قناة عالم المال AATV. صندوق مصر السيادي يطلق شركة مع العزبي لتجارة وتوزيع الأدوية. البورصة تربح 28.9 مليار جنيه بختام التعاملات. تصريح هام بشأن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. تيدا الصينية تروج لثمان مشروعات جديدة باستثمارات 5 مليار دولار. وزير البترول يعلن تنفيذ عدة مشروعات لخفض الانبعاثات والتي أعلن عنها خلال COP27. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 1 مايو الجاري. وإلى تفاصيل النشرة. بداية من بكرة هيتفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة السنة اللي فاتت حسب الحدود الدنيا للتقدم لسنة الحصول على شهادة الثانوية العامة. الجامعة هتقبل أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت، وتم توحيد نظام القبول بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيا للجامعة اللي عايز يلتحق بيها. البورصة اختتمت تعاملاتها النهاردة على ارتفاع جماعي للمؤشرات. رأس المال السوقي ربح 28.9 مليار جنيه بدعم عمليات الشراء من المتعاملين المصريين. المؤشر الرئيسي EGX 30 ارتفع بنسبة 2.37%، واغلق عند مستوى 17642 نقطة. ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 ارتفع بنسبة 2.47%، واغلق عند مستوى 3056 نقطة. الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أن باقي 7 أيام وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، واللي هيكون آخر معاد للعمل بيها يوم 14 مايو الجاري. وأكد أن وزارة المالية ملزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها باعتبارها التزام على الخزانة العامة. إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات نفى الأنباء اللي ترددت عن إن الشركة الشرقية إسترن كومباني هتوقف إنتاج سجائر بوكس الشعبية، وقال إن الخبر مش صحيح وإن الشركة مستمرة في إنتاج كل منتجاتها بالسوق المحلي وعرضها بالأسواق. وأكد كمان إن الشركة عندها مخزونات من التبغ المستورد لتأمين إنتاجها من كافة أنواع السجائر. ودلوقتي مع فقرة الأسعار، وهنبدأها من سعر الدولار اللي سجل في الشراء 30.90 جنيه، وفي البيع سجل 30.95 جنيه. وعن أسعار الذهب، فسجل عيار 18229 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 2600 جنيه، في حين سجل عيار 24 2971 جنيه. وصل سعر الجنيه الذهب ل 20800 جنيه، والأونصة وصل سعرها ل 92411 جنيه. وعن أسعار العملات، فسجل اليورو في الشراء 33.87 جنيه، وفي البيع سجل 34.09 جنيه. الجنيه الاسترليني سجل في الشراء 38.82 جنيه، وفي البيع سجل 38.04 جنيه. أما الريال السعودي فسجل في الشراء 8.19 جنيه، وفي البيع سجل 8.22 جنيه. الدينار الكويتي سجل في الشراء 99.77 جنيه، وفي البيع سجل 100.72 جنيه. وبكده تكون انتهت نشرتنا النهاردة. شكرا لكم.